بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الثامن والثلاثون عندي نقود كثيرة عندي ظرف مكان منصوب معلمة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه عندي شبه الجملة في محل رفع خبر مقدم نقود مبتدأ مؤخر كثيرة نعت لنقود عندك مال كثير عند ظرف مكان منصوب مضاف والكاف ضمير متصل مضاف إليه وشبه الجملة عندك في محل رفع خبر مقدم مال مبتدأ مؤخر كثير نعت كتب المكتوب كتب فعل ماض مبني للمجهول المكتوب نائب فاعل قاعدة التغيير اللفظي العام في الفعل الماضي عند بنائه للمجهول هو ضم أوله وكسر ما قبل آخره هذا حفظ الدرس حفظ فعل الدرس نائب فاعل يفتح الشباك يفتح فعل الشباك نائب فاعل كسر القلم كسر فعل القلم نائب فاعل كسرت المحبرة كسرت فعل المحبرة نائب فاعل القميص يلبس تحت السدرة القميص مبتدأ يلبس فعل مضارع خبر ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو وهو عائد على المبتدأ تحت ظرف مكان مضاف السدرة مضاف إليه وشبه الجملة متعلق بالفعل يلبس الفروة تلبس أيام الشتاء الفروة مبتدأ تلبس فعل مضارع خبر والنائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هي وهو عائد على المبتدأ أيام ظرف زمان مضاف الشتاء مضاف إليه وشبه الجملة متعلق بتلبس على اللوح يكتب بالطباشير على اللوح جار ومجرور متعلق بيكتب يكتب فعل مضارع مبني للمجهول والنائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو بالطباشير جار ومجرور متعلق بالفعل يكتب العالم يكرم العالم مبتدأ يكرم فعل مضارع خبر والنائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو وهو عائد على المبتدأ لبست الكراسة الجديدة لبست فعل الكراسة نائب فاعل الجديدة نعت للكراسة هذا جورب قطن وهذا جورب صوف هذا اسم إشارة مبتدأ جورب خبر مضاف قطن مضاف إليه وحرف عطف هذا مبتدأ جورب خبر مضاف صوف مضاف إليه التقدير جورب من صوف جورب قطن أرخص من جورب صوف جورب مبتدأ مضاف قطن مضاف إليه أرخص خبر من جورب جار ومجرور متعلق بأرخص جورب مضاف صوف مضاف إليه هذه القبعة أكبر من تلك القبعة هذه اسم إشارة مبتدأ القبعة نعت لهذه أكبر خبر من تلك جار ومجرور متعلق بأكبر تلك منوعة القبعة نعت باع التاجر المتاع باع فعل التاجر فاعل المتاع مفعول به خرجت إلى السوق فدخلت دكانا فاشتريت ثمانية أزرع قماشا خرجت فعل والتاء فاعل إلى السوق جار ومجرور متعلق بالفعل خرجت فحرف عطف دخلت فعل والتاء فاعل دكانا ظرف مكان منصوب على أنه مفعول فيه أو مفعول به الأصح مفعول فيه فحرف عطف اشتريت فعل والتاء فاعل ثمانية مفعول به مضاف أزروع مضاف إليه قماشا تمييز إلبس القفاز أيام الشتاء إلبس فعل وفاعل القفاز مفعول به أيام ظرف زمان مضاف الشتاء مضاف إليه وشبه الجملة متعلق بالفعل إلبس العلماء يكرمون العلماء مبتدأ يكرمون فعل مضارع خبر والواو نائب فاعل وهو عائد على المبتدأ
القلم سوة تلبس فوق الطاقية القلم سوة مبتدأ تلبس فعل مضارع خبر ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هي وهو عائد على المبتدأ فوق ظرف مكان مضاف الطاقية مضاف إليه وشبه جملة متعلق بتلبس ألبس الدفاع ألبس فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا الدفاع مفعول به لبست جزمتي لبست فعل والتاء فاعل جزمتي مفعول به مضاف وياء المتكلم مضاف إليه أين شيالي يا أمي هنا يا ولدي أين اسم استفهام خبر مقدم شيالي مبتدأ مؤخر مضاف وياء المتكلم مضاف إليه يا حرف نداء أمي منادى مضاف وياء المتكلم مضاف إليه هنا ظرف مكان متعلق في كائن تقديرا وهو في محل رفع خبر يا حرف نداء ولدي منادى مضاف وياء المتكلم مضاف إليه التقدير أين شيالي يا أمي شيالك كائن أو موجود هنا يا ولدي لبست ثروتي فخرجت إلى الدار لبست فعل والتاء فاعل ثروتي مفعول به مضاف وياء المتكلم مضاف إليه فحرف عطف خرجت فعل وفاعل إلى الدار جار ومجرور متعلق بخرجت هذا فنجان وهذه سخانات الماء هذا اسم إشارة مبتدأ فنجان خبر وحرف عطف هذه سخانات الماء معطوف على هذا فنجان فاطمة تقرأ وأخوها فريد يكتب فاطمة مبتدأ تقرأ فعل مضارع خبر وفاعله ضمير مستتر تقديره هي وهو عائد على المبتدأ وحرف عطف أخو مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة أو من الأسماء الستة مضاف ولها ضمير متصل مضاف إليه فريد بدل من أخو مرفوع لأنه يتبع المنعوت في إعرابه يكتب فعل مضارع خبر وفاعله ضمير مستتر تقديره هو وهو عائد على المبتدأ هذا النجار ينشر بالمنشار هذا اسم إشارة مبتدأ النجار نعت لهذا ينشر فعل مضارع خبر وفاعله ضمير مستتر تقديره هو وهو عائد على المبتدأ بالمنشار جار ومجرور متعلق بينشر والله أعلم بالصواب